عبطيف نصير، صلاح الدين السعيدي، وحمد اولاجم. شنو غادي يعمل اولاجم؟ اولاجم كيسد تسديده ولكن لبست احد اللاعبين وتحول الاتجاه ديالها للزاويه، زاويه اخرى لفائده فريق الوداد. بسرعه تنفذات محمد اولاجم عند زكريا الهاشمي، الهاشمي غير رفع الكره، تمريره جميله عند الكارتي اولاجم، هذه فرصه والهدف، الهدف الاول لفائده فريق الوداد، الهدف الاول لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي بواسطه نعيم اعرب، نعيم اعرب صعود ديالو لمسانده ديالو الهجوم ديال فريق الوداد.